البحرين تلهث وراء التطبيع يعني حتى الاسرائيليين متفاجئين من ما تقوم به سلطات البحرين نحو التطبيع. أنا أقول اليوم أن لدينا كمعارضة القدرة على أن نجلس على طاولة حوار ونتفاوض دون أن نرجع إلى طهران، وعلى السلطة في البحرين أن تجلس معنا على طاولة حوار دون أن تعود وترجع إلى الرياض. نحن متمسكون بضرورة الحوار والتفاوض. لتجاوز الازمات التي تحاصر الوطن بعد نحو عقد على حراك فبراير، المعارضه البحرينيه تتحد على مقاطعه الانتخابات العامه والبلديه. ما نجاعه هذا الخيار وماذا بعد؟ في الضد من موقف غالبيه الشعب البحريني صارت المنامه في ركب التطبيع، فماذا حصدت وباي سياق تاتي زياره بابا الفاتيكان لها؟ النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة سيد علي الأسود أهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بإيجاز نورتنا أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام شكرا أهلا بكم شكرا على قبول شكرا. الدعوة مباشرة حيث الموقف الأساسي جمعية الوفاق كما مجموعة من الجمعيات التي اتحدت تحت عنوان المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات العامة والبلدية التي ستكون في بداية شهر نوفمبر المقبل كيف اتخذ هذا القرار وفي هذا التوقيت ما نجاعت ان تستمر ربما المعارضه في مقاطعه اي استحقاق انتخابي في البحرين ما بعد عقد على الحراك التجربه هي من حكمت القوى الديمقراطيه المعارضه في البحرين والقوى الشعبيه وغالبيه ابناء شعب البحرين لا يعتقدون بان هناك حاجه لهذا البرلمان بهذا الشكل برلمان مكبل مقيد تمنع عنه الجمعيات السياسيه عن المشاركه ممنوعه بحكم القانون الوضعي، هناك تهميش واضح من قبل السلطات لاقصاء المعارضه بعيدا عن القرارات الاستراتيجيه في الداخل والعديد من الملفات التي همشت فيها المعارضه بعيدا عن فكره ايضا موضوع الحوار السياسي الغائب في الداخل هو ما جعل من القوى الديمقراطيه المعارضه وعلى راسها جمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه ان تقول لا لهذه الانتخابات وان تمتنع وتعلن مقاطعتها وتدعو لمقاطعتها لانها غير منتجه كان في يعني بيان جمعية الوفاق الوطني العمل الإسلامي تيار الوفاء الإسلامي ائتلاف الرابع عشر من فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية كان في بيان مشترك الرؤية كانت كذلك يقال بأنه اليوم في مسار للمقاطعة يعني من عام 2011 من محطة 2014 وصولا إلى اليوم ماذا حصدت هذه المقاطعة والعملية المقارعة من الداخل رغم ما تقدمونه من مسوغات تبدو أفضل وأنجع من يعني العمل من الخارج ماذا حصلتم بهذا العقد جرب جربنا في 2006 المشاركه نعم عملت جمعيه الوفاق كمعارضه كقوه معارضه في الداخل ان تفتح العديد من الملفات ملف الفساد ملف التمييز ملف موازنه الديوان الملكي ملفات حساسه جدا ملف الطاق ملفات مهمه من اجل استقرار البلد لفترات اطول الازمه التي حصلت في البحرين هي ما منع هذا التطور عدم سماع السلطة ملاحقة المعارضين حجب التجمعات السلمية المنام اليوم يعني ممنوع ال... استراتيجية يعني عملية المقاطعة التوقيت اليوم العالم يعني يتفاعل في أحداث كبيرة كثيرة الغرب مشغول بنفسه ويعني يقدم هذا التوقيت على انه مفيد ربما لعوده العمل لتحريك الملف حتى من الداخل عدم الاستفاده او عدم تطويع التوقيت الحالي بشكل او باخر لتغيير ما يبدو تكتيكا بالنسبه للمعارضه البحرينيه الان وكانه المقاطعه استراتيجيه يعني ماذا بعد لا المقاطعه ليست خيار استراتيجي بالنسبه للمعارضه الاصل في وجود المعارضه هو الشراكه السياسيه قدمت الوفاق اعلان البحرين لاجل الشراكه السياسيه السلطة هي من تمتنع عن فكرة الشراكة السياسية وهي من تمنع المعارضة عن المشاركة. نحن اليوم ندعو المواطنين لمقاطعة هذه الانتخابات الصورية الشكلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ليس هناك فائدة في أن تشارك دون أن تحقق هدف. أقصيت المعارضة وأقصي أيضا عدد كبير من المستقلين، ليس ليس نحن فقط في الوفاق. هناك أيضا جمعيات سياسية أو قوى وطنية محسوبة على السلطة قاطعت او اعلنت مقاطعتها هي لا ترغب في ان تشترك من اجل فقط فكره المشاركه وان تاخذ البحرين الصوره العامه ان هناك برلمان وان هناك ديمقراطيه ولكن هناك تهميش وهناك تجويع وهناك اقصاء وهناك ابعاد عن القرار السياسي، البحرين طبعت مع العدو الصهيوني دون ان ترجع الى البرلمان، دون ان تاخذ موافقه البرلمان، اخذت سلطات الكيان الاسرائيلي موافقه الكنيست ولم تاخذ سلطات المنامه موافقه البرلمان البحريني. الادهى من ذلك انها جرمت الحديث عن هذه او عن مشروع التطبيع من قبل وزاره الداخليه في اتجاه المواطنين اذا البرلمان نتحدث الذي تعتبرونه صوره للسلطات البحرينيه التي لا تعبر عن كل مكونات الشعب البحريني او تعتبرونه صوره للسلطه التي تقصي شريحه واسعه تمثلونها الا وهي المعارضه البحرينيه لو مرر هذا الاتفاق على هذا البرلمان لما كان مر البرلمان الذي لذلك تجنبت السلطات البرلمان الذي لا انا اعتقد شخصيا ان البرلمان 2018 الذي طبعت خلاله سلطات المنامه كان سيمر لان لديها اغلبيه تمكنها من ان تمرر هذا الاتفاق ولكنها خشيت ان يتحدث عدد من الاحرار في داخل البرلمان المحسوبين على المعارضه بشكل او باخر عن معارضتهم او رفضهم لهذا هي كانت تغيب كل الاصوات تريد ان تري الكيان الصهيوني ان هناك وجها لامعا، هناك صوره اجمل للبحرين كي تركض وراء هذا التطبيع وغرض السلطات المنامه من وراء هذا التطبيع هو محاوله ايجاد شريك استراتيجي اكثر من الولايات المتحده الامريكيه، أه. هناك حديث داخلي لدى سلطات المنامه ان هناك وجهين للديمقراطيه في امريكا، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ياتي ترامب ويقول لنا طبعوا ثم ياتي الحزب الديمقراطي ويتحدث عن حقوق الانسان نحن لا نريد هذا نريد شريك استراتيجي اخر الصهاينه شريك استراتيجي اخر في مواجهه ايران من جهه ومواجهه الشيعة الداخلين من جهه اخرى والمعارضه غالبيه المعارضه الوطنيه في الداخل ايضا تواجه من قبل هذا الكيان الان كيف عفوا يعني انت تتحدث عن مصطلحات وعن نقاط تبدو خطيره طبعا هل هناك استعانه يعني بسلطات الاحتلال الاسرائيلي في البحرين لمواجهه بين قوسين مكون اساسي تقول الشيعه انا أقتبس من كلامك او حتى مواجهه ايران باي شكل في البحرين؟ بشكل غرفه عمليات مشتركه تقوم بها سلطات المنامه مع الكيان الصهيوني للعمل البحري ومراقبه العمليات البحريه التي تجري في الخليج هذا اولا بشكل التجسس على المعارضين في الداخل وفي الخارج عبر برنامج بيجزس أو غير ذلك؟ غير ذلك أبعد طيب. من هذا البرنامج برنامج وتتبع وملاحقة ومشاكل وتقديم معلومات استخباراتية مفصلة تستعين بها سلطات المنامة على المعارضين بشكل هو مستغرب جدا ومستهجن سفير الكيان الصهيوني في البحرين يتحرك وكأنه وزير في حكومة المنامة أعطينا أمثلة يطلب من الوزراء المحليين الداخليين بمكالمة هاتف ان وزير الكيان سياتي غدا الى هذه الوزاره وعليك ان تستقبله. والغايه؟ والغايه هي تطبيع كامل، الغايه ان يذهب وزير الى مستشفى السلمانيه ويقابل وزيره محسوبه على الطائفه الشيعيه، هي ايضا من الطائفه الشيعيه، كي نقول للكيان الصهيوني ان الشيعه ايضا مطبعين، ويسلم على وزير الاشغال العامه في البحرين وهو من الطائفه الشيعيه كي نقول ان كل الشيعه مطبعين. هناك محاوله بالجبر. شئت ام ابيت ان هناك تطبيع اكثر من ان ي... مما كان يتوقع الاسرائيلي، يعني حديث عميق جدا بين اسرائيليين يتحدثون بين صهاينه، لم نتوقع من سلطات المنامه ان تندفع بهذا الاتجاه، كان الغرض لكن... الامارات ولم يكن المنامه بهذا الشكل. سأتحدث عن ذلك لكن يعني قدمت البحرين شعبا يعني وتحركا أمثلة كثيرة على رفض السواد الأعظم من صحيح. شعب البحرين وحتى بالنسبة لشخصيات من بينها مي يعني بن خليفة في رفض لمصافحة أيضا وهذا يعني أثار يعني حضورا وجدلا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يعكس صورة حقيقية عن واقع أهل صحيح. البحرين حتى في داخل الأسرة الحاكمة يعني لذلك كان حدثا تم تداوله بشكل واسع الغالبية العظمى من أبناء شعب البحرين يرفضون التطبيع لا يطيقون الحديث عن الصهاينه وليس فقط رفض التطبيع. الجيل الحالي والجيل القادم الشاب تتفاجئ يا استاذه من ان الجيل الشاب القادم في مرحله العشرينات واقل من العشرينات هو رافض لهذا التطبيع، هو يرى عبر شاشات التلفاز الحره يرى كيف يقاوم ابناء شعب فلسطين المحتله هذا الكيان الغاصب، يرى همجيه ووحشيه الاسرائيليين الذين يتعاطون مع اصحاب الارض. في القتل والتنكيل والتهجير وما م. الى ذلك، هم لا يطيقون الحديث عن الصهاينه، ترغب سلطات المنامه بايجاد شريك استراتيجي فتاتي بالسفير الذي صدم من موقف وزيره من العائله المالكه في البحرين في الداخل واراد ان يعوض هذه الصدمه بملاقات او مقابله عدد من الوزراء الشيعه وهو ما حصل مباشره بعد اقاله الوزيره السابقه مي الخليفه من منصبها نتيجه يعني رفضها لمصافحة السفير الإسرائيلي وهو موقف مشرف جدا للغاية موقف يشابه ويبنى, ويبنى عليه نعم طيب. طيب لأنه لا يريد أن تمر جملة أيضا استخدمتها حتى نفسرها وربما تفهم بشكل أو بآخر لموقع تموضع المعارضة أو علاقته أو اتصاله وبعض يقدمها بين قوسين تبعية لطهران انت قلت بانه البحرين سلطات البحرين تحاول ان تجد شريك استراتيجي لها وهنا تحدث عن اسرائيل ليس فقط في مواجهه المعارضه تتبع وما اشرت اليه من عمليات ولكن ايضا لمواجهه ايران باي معنى هل ذلك يعني مقصود في الداخل ام ماذا لا ابعد من الداخل لكن بالداخل ماذا بالداخل يعني, يعني في علاقه للمعارضه في اتصال مع لا 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 العقل الداخلي الذي روج لدول الجوار في السابق ان هناك ارتباط بين المشروع الايراني وبين مطلب القوى الديمقراطيه المعارضه هو نفس هذا العقل الذي روج بان ايقاف المد الشيعي وايقاف المد المقاوم للكيان الصهيوني يتم عبر البحرين أه. يعني حينما تقمع ابناء شعب البحرين الذين قدموا شهداء لصالح القضيه الفلسطينيه انت تقمع فعلا هذا الحراك في دول الخليج كلها حينما تسيطر على هذا الامر انت تطبع تفتح باب التطبيع من اوسع باب حينما تسيطر على البحرين. آه. هذه الصوره يعني عبر عنها عديد من العديد من التابعين للكيان الصهيوني في الداخل وفي الخارج في مراكز الدراسات م. سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرارا هو ما نامله غايه ما نامله ان تطبع البحرين ونحصل على هذه الامتيازات وماذا عن الخارج في مواجهه ايران يعني هل تكون نقطه استراتيجيه إيران في تنفي الخليج نعم تنفي البحرين هذا الامر خوفا اعتقد أه. في تقديري ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع ان ترفض لتواجد ضباط من الكيان الصهيوني على اراضيها وهي تصرح بهذا الامر وزار عدد منهم كثير البحرين وبنوا غرف عمليات او غرفه عمليات على الاقل أه. في الداخل هناك الاسطول الخامس الامريكي في الداخل في البحرين وهناك وجود للاسرائيلي في البحرين وهناك رغبه من قبل عدد من دول الخليج ان يتم هذا التواجد ويبنى عليه ويتطور ايضا. طيب بالعوده لموضوع الانتخابات لانه تحدثت عن عمليه دعوه للمقاطعه على المستوى الشعبي الي اي حد فعلا في صدى يعني وهذا ما تعولون عليه ان يكون هناك في مقاطعه وبالتالي تحصدون نسبا تقولون بانكم تمثلون على المستوى السياسي ان حدثت المقاطعه علما انكم يعني تتهمون بانه في عدم شفافيه وصوريه وبالتالي هذا يحيلنا ايضا لبعض المشاركات ياسر الخير يقول يرجى السؤال عن تلاعب كما قال هو النظام البحريني بسجلات الناخبين محاولته منع المؤيدين للمعارضه من المشاركه في الانتخابات ويتحدث سائله عن موقف المنظمات الدوليه من موضوع حرمان المواطنين من حق المشاركه السياسيه وتداعيات الموضوع على مستقبل النظام السياسي في البحرين، هو يقدم هذه الصيغه لكن ما وجهيه ما يطرحه وفي عمليه يعني فعلا موضوع سجلات الناخبين صحيح، الغت السلطات البحرين عدد كبير بالالاف عشرات الالاف من الكتله اسماء عدد من المشاركين في الانتخابات 2006 و2010 من الكتله الانتخابيه في محاوله منها ان تقلل حجم المقاطعه حينما تلغي العشرات الالاف الذين قاطعوا انتخابات 2018، هي قالت عبر وسائل او عبر الادوات الالكترونيه انكم يمكن ان تتظلمون لوضع او ارجاع اسمائكم مجددا للمشاركه، هناك عزوف وعدم رغبه من غالبيه ابناء شعب البحرين الشريحه الاكبر التي لا تؤمن بهذا البرلمان الصوري الذي يقصى المعارضه ولا يحقق نتائج ايضا ايجابيه ملموسه على مستوى العيش الكريم في الداخل، هي تمتنع بشكل او باخر عن المشاركة، هناك حالات مخيفة جدا، البعض من النواب ومن المشاركين في الانتخابات الأخيرة أيضا تم منعهم مم. حاليا باعتبار أنكم كنتم في أو تابعين للمعارضة أو أنتم مسجلين موجودين في سجلات المعارضة، أنتم لا تشاركون اليوم، هذا كلام سليم. طيب، ومن ضمن أيضا ما طرح لأنه كنا نتحدث عن التطبيع، دكتور محمد النعماني يرسل لك ايضا سؤال ما هو وضع الحريات وحقوق الانسان في البحرين اليوم؟ هل استطاعت حكومه البحرين من خلال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي التاثير على المعارضه وعملها طالما انت ايضا ارجعته بشكل مباشر بالمناسبه في حديثك الان لانه يراد ذلك من خلال ما قلت السلطات في واقع, واقع, حقوق الانسان في البحرين سيء، هناك تقارير مهمه جدا صدر قبل فتره بسيطه تقرير عن يعني هيومن رايتس ووتش يؤكد ويثبت فكرة الانتهاكات بالرغم من وجود مساعدات مالية تقدمها المملكة المتحدة لسلطات المنامة هناك انتقادات واسعة مقربة أيضا من الحزب الحاكم الحالي بأنكم تستثمرون في الفراغ يعني وبالتالي أنت اليوم لديك أكثر من 1300 معتقل رأي سجين رأي تحاول إيصال فكرة بأن هؤلاء إرهابيين عبر أدوات أخرى من ضمن هذه الأدوات العلاقة مع الكيان الصهيوني بشكل أو بآخر هو يربط هذه العلاقة بين المعارضة وبين إيران عبر هذه الأدوات يعني يحاول أن يموه ويخرج فكرة المطالب الشعبية السياسية التي تحدث عنها أبناء البحرين أبناء شعب البحرين منذ أكثر من عقد من الزمن إلى فكرة إرهاب وتبعية للخارج وبالتالي يعني اليوم عندما يتحدث عن ملف حقوق الإنسان والمعتقلين هذا ملف كبير لكن ما دور المنظمات الدولية التي سأل عنها أيضا دكتور محمد المنظمات النام. الدولية هي تشتغل بشكل مستقل جيد جدا أمنستي هي رايتس ووتش وهومن رايتس فيرست هي منظمات يعني تفضح واقع الانتهاكات الحقوقي في الداخل في البحرين ولكن هناك لدى سلطات المنامة من يلمع بشكل أساسي أيضا عدد من السفراء الغربيين هم يتحدثون عن واقع حقوق الانسان في دول مجاوره وينسون واقع حقوق الانسان في البحرين لدينا يعني هذا يفعنا السؤال عن الشيخ يعني علي سلمان نعم. عن واقعه اليوم قانونيا بالنسبه لتفاعل الملف ما هو وناشط هو حتى يعني البيانات التي تصدر من قلب المعتقل صحيح. يعني ايضا ناشط في التوجيه حتى بالنسبه لعمل المشاركة. هو حاضر في قل... اولا حاضر ك... كرمزيه حاضر في قلب ابناء شعب البحرين، له حضور كبير جدا، لا تتوقع يا استاذنا ومشاهديكم حينما تحصل حاله وفاء يعزي اهل المتوفى، حينما تحصل يحصل حدث في منطقه من مناطق العالم ايضا يتفاعل ويتجاوب، له حضور كبير جدا، حضور مشرف معارض لهذا التطبيع عمليه التطبيع، له يعني خطابات مهمه جدا قبل اعتقاله في موضوع القضيه الفلسطينيه بشكل اساسي، داعم ومتفاعل جدا الى حد كبير. أه حكم ظلما 29 عاما الحكم الاول والحكم الثاني مجموع هذه الاحكام، قضى اكثر من سبعه اعوام الان في المعتقل أه نظرا لمواقفه السياسيه، اتهم وحكم بالمؤبد في الحكم الثاني وكان لدى السلطه حسب ما قيل لنا انه لو خرج من هذه المحكمه الثانيه لديه محكمه ثالثه ورق. هناك كيديه في موضوع الشيخ علي سلمان وابعاد لهذا الرجل تماما عن المشهد السياسي نتيجة عدم تحمل السلطة لسماع كلام العقل وكلام هل يمثل واقع الشيخ علي سلمان أفق الحوار مع السلطات في البحرين؟ هو, 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 أصل المنظر للحوار مع السلطات في البحرين الدافع في حديثنا المباشر معه حينما يتصل من السجن لا يزال لحد هذا اليوم حتى الأسبوع الماضي اتصل وقال بأننا مع مع عملية الحوار مع المصالحة مع الحديث عن السلميه يكرر مساله السلميه م. للبحرين هو منظر في العمل السلمي صح. ومنظر في الحوار السياسي ومنظر لاصل الشراكه السياسيه يتحدث عن هذا الامر بالرغم من كل التعقيدات الحاصله ولكنه في نفس الوقت رجل قوي جدا مواقفه صلبه جدا م. اتجاه قضايا الاساسيه فلسطين اولا هذا تعبير لن انساه من الشيخ علي سلمان يتحدث عن أهم القضايا صحيح. الاستراتيجية في المنطقة بشكل كبير وبشكل واضح وهذا ينسحب على القيادات أيضا موجودة أو حتى المرجعيات في البحرين الشيخ عيسى قاسم يقول مقاومة سبيل التصدي لمؤامرات الأعداء في ربط صحيح. بين العمل السياسي وأيضا فكرة التطبيع في البحرين في النهج الذي يقدم أنا أسألك عن أفق الحوار لأنه اليوم في زيارة مرتقبة للبحرين وهذه أول زيارة سيقوم بها للبحرين بابا يعني الحبر الأعظم بين الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والسادس وفق ما تم الاعلان من مكتب البابا، وانتم لديكم بيان مرحب في هذه الزياره ولكن ايضا تريدون ربما بشكل او باخر لانه ما يمثله ايضا الحبر الاعظم هو نوع من يعني رساله التسامح والحوار والالتقاء ان يلعب دورا ربما في هذا المجال. صحيح وضح لنا ذلك رحبنا بقداسه البابا بزياره قداسه البابا بالرغم من الالم ومن الالام الكثيره التي يعاني منها ابناء شعب البحرين ودعونا في هذا البيان بشكل اساسي الى ان يتبنى البابا هذه الفكره، فكره يعني تطبيق منهج السلام ومبدا السلام الذي يتحدث او تتحدث عنه سلطات المنامه لا يمكن واوصلنا ايضا رسائل خاصه عبر جهات مهمه جدا الى قداسه البابا والى شيخ الازهر ايضا ضيف البحرين الكبير صحيح. أن يق... أن يلعب دورا ايجابيا في احداث توافق داخلي وحوار يفضي الى استقرار وما المانع في ذلك؟ تحدثنا بشكل واضح انه لن يتمكن قداسه البابا من زياره او من لقاء كبار علماء البحرين هو يتحدث عن روح التسامح وكبار علماء البحرين يتحدثوا عن روح التسامح واكبر مرجعيه دينيه سياسيه في البحرين من من اهم من كتبوا دستور العام يعني 73 الشيخ علي الشيخ عيسى احمد قاسم هو مسقط جنسيته هو خارج البحرين مهجر لا يمكن له العوده الى ارض الوطن في نفس الوقت الذي تتحدث فيه سلطات المنامه عن زياره الحبر الاعظم للبحرين في تواصل يعني ارسلتم هل في اي ردود او تفاعل على ما تقدمونه لانه تطرحوا موضوع الحوار التقاء هذه الشخصيات لاهميتها موضوع المعتقلين في السجون فتح باب يعني بشكل او باخر قوه نور بين المعارضه والسلطات في البحرين هناك تواصل ايجابي جدا من قبل المعنيين التابعين سواء ل يعني الفاتيكان او التابعين للازهر هناك محاولة أيضا من قبل مخلصين مقربين من من كل الاطراف لايجاد هذه القاعده والدعوه لمساله السلام ومساله الحوار ومساله المصالحه. الى اي حد تنجح؟ بحسب فهمنا وهذا ما اوصلناه بشكل واضح وصريح اقول عبر شاشتكم. ما تريد السلطه في البحرين هو غايات لها ان تحقق غايات لها، ان تلتقط صوره وتقول نحن بلد التسامح، في نفس الوقت لديها مئات من المعتقلين السياسيين في الداخل ومن ضمنهم علماء دين او رجال دين. ومن ضمنهم دعاة تسامح ودعاة حريات ومن ضمنهم دعاة سلام تتناقض هذه الدعوة في, في رد؟ يعني كان الأزهر أو الفاتيكان حول ما الردود شفهية لحد الآن هي إيجابية تتحدث عن أصل الفكرة بأن تحقيق الغرض من هذه الزيارة ليس السلطة كما تريد البحرين نحن أيضا نحتاج أن نحقق أهداف لأبناء شعب البحرين إذا كان هذا اللقاء فعلا يحدث في الداخل ونحن ننتظر أن تتحول هذه الردود الإيجابية إلى مشاريع وبرامج طيب وانطلاقا من ذلك ما الذي تفهمونه من هذه الزياره؟ يعني ان يكون الكرسي الرسولي يخص البحرين بهذه الزياره وبتزامن ايضا مع زياره شيخ الازهر، في الخلاصه في شيء يمكن يعني ان تستخلصوه لانه يريد البعض وانت تشير الى ذلك كسلطات البحرين في الاسقاط السياسي بجمله لطفان هي تحاول ان تقول اننا دعاة سلام وتصالح ومصالحه للتغطيه على كل الانتهاكات، مع الاسف الشديد إن فاتت هذه الزيارة شيخ الأزهر وقداسة البابا دون أن يتحقق شيء معنى ذلك مزيد من الانتهاكات ومزيد من قمع الحريات في المرحلة المقبلة طيب واقع المعارضة نريد أن نختم عندما نتحدث عن المعارضة العديد من رموزها في الخارج مبعدين او حتى في السجون وانت تمثل يعني صوره ايضا من صور المعارضه موجود في لندن لديك عائله جميله اربع صبايا وايضا ولد ومسلة الله يعني ثقافه البحرين هي يعني عندها التعدد الكبير بالنسبه لعدد افراد الاسره هذا كيف يمكن في الفعل ان نقف عنده بمعنى هل يستطيع المعارض وعائلته الالتقاء مع يعني البحرين استمرار تلك يعني الثقافه بالنسبه لمن يخل... يولدون في الخارج ولا سيما في الدول الغربيه وبنتك ماريا تدعم فلسطين وحاضره على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ايضا لافت انا فخور جدا بماريا بهذا الامر صراحه انا ايضا تفاجات انها يعني دخلت في لما كانت في الجامعه دخلت عبر هذه الجمعيه الداعمه لفلسطين المحتله أنا أجد أن هناك ارتباط كبير جدا بالقضية، حقيقة لم أدفع بهذا الارتباط ولكنه موجود أو حاضر. يولد البحريني، نقول هذا الأمر، على فكرة الحرية وفكرة أن يكون له رأي ورأي وصوت مسموع. لا يتعارض وجود المعارض مع وجود عائلة أو وجود هناك صعوبة صحيح أن أن تكون في بلاد الغرب وأن يعني تتحرك بهذه الكيفية ولكن لدينا إمكانات الحمد لله. كبيره وكثيره وعلينا العمل نحن مرحب بنا في جميع الدو... في في كل الدول الغربيه خائد. نعم دون قيود او شروط دون قيود او شروط وهناك عمل مستمر ولدينا علاقات دبلوماسيه واسعه في الوفاق بنينا علاقات دبلوماسيه نعم. على أكبر اكثر من عقد من الزمن الان المجتمع الدولي يحترم صوت الوفاق ويحترم صوت المعارضه يعرف ما تقوم به السلطات في البحرين ولذلك هو يتفاعل كثيرا لكنه ليس مؤثرا ليس مؤثرا طيب. وليس داعما بشكل كحكومه رسميه هذا لسؤال حول موضوع العائله واستمرارها وتفاعلها ايضا ان كان مع البحرين قضايا سياسيه او حتى القضايا الخاصه بالامه في فلسطين ساختم بجمله واياك فجر المغيب يقول ما هو السر في صمود الشعب البحريني رغم الغربه والحصار وهنا النقطه ما دور المراه البحرينيه في ذلك المراه البحرينيه اكثر من نصف المجتمع البحريني داعمه محبه قويه جدا مؤثره لديها غايات اساسيه، عندها ارتباط كبير جدا بالقضيه المحليه والقضيه الاقليميه، فلسطين المحتله، امهات الشهداء وكلهم يشيدون بتضحيات ولديهم يعني تفاعل كبير جدا مع مع هذه القضيه، القضيه الام القضيه الاساس، يشيدون بالاعمال البطوليه والمقاومه وفي نفس الوقت يرحبون بانضمام ابنائهم في هذه الصفوف، صفوف المعارضه التي تعطي الكرامه هذا هو السر شكرا الكرامه شكرا جزيلا لكم سيد علي الاسود انت شكراً. نائب السابق والقيادي في جمعيه الوفاق البحرينيه المعارضه ضيفنا في هذه الحلقه شكراً. من ايجاز والشكر لكم مشاهدينا اينما كنتم موعد جديد يتجدد الاسبوع المقبل ودائما بايجاز الى اللقاء شكراً.